هكذا قالها الشاعر الكبير محمد المأهدي الجواهري عام 47 من هنا من استاذ الشعب الدولي، حيث يستحق ان نطلق عليه الصمت في حرم الجمال جماله في الكبير في العاصمة العراقية بغداد التي سافر في آفاقها الخطيب البغدادي إلى البلدان من حد سمرقند إلى القيروان ومن سرنديب إلى بلاد الروم، فلم يجد بلدا أفضل ولا أطيب من بغداد إلى ملعب الشعب الدولي صاحب التاريخ العريق في كرة القدم العراقية الذي يستضيف النسخة الحالية للدوري